مساء جميل بريحة البن المحوج ونار السبرتاية الهادية. كان يا مكان كان زمان مكان اسمه الدرب الأحمر. ليه بقى؟ ده حكايتنا النهاردة. ونرجع بقى ونقول كان في والي على مصر اسمه محمد علي باشا، تولى حكم مصر سنة 1805، وكان في سلطة المماليك اللي فلوا قرفين وشوية حلوين، وفضل يطاردهم يمين وشمال في مصر والشام لحد ما جه وقت زهق فيه قوي بقى، وفضل يفكر أيام وأيام هخلص منهم ازاي. قرر يعمل حفلة كبيرة فيها كل ما لذ وطاب من حلاوة الأكل والشرب. طبعا ما هو عند البطون تعمل عيون. وقعدوا بقى وسلموا أسلحتهم واتطمنوا على الآخر. طبعا ما هو محدش كان عارف ايه اللي مستنيه، وارتاحوا وفضلوا على كده. وقعدوا عند باب العزب اللي في القلعة مقر الحاكم، وكان قفل الباب ده إشارة البداية. وفعلا اتقفل الباب من هنا وطاخ طاخ طاخ، وراح المماليك، راح 475 مملوك ماتوا، ما تبقاش منهم غير واحد اسمه أمين بيل ألفي، كان جاي متأخر. وأول ما لقى الحكاية كده نط بحصانه من فوق سور القلعة وهرب لسوريا، وما سمعناش عنه حاجة تانية. وبيقولوا في واحد كمان اسمه سليمان أغا، عمل نفسه ميت وسط الجثث لحد ما طلعوها للدفن، وقام قايم متسحب وهرب من وسطهم هو كمان لسوريا. الحكايه دي بقى كلها كان اسمها مذبحه القلعه. نطلع من الحكايه دي بان الدم وصل لحد اخر سور القلعه وغرق الدنيا ونزل على الشارع اللي جنب القلعه، وفضل اثره ايام وايام مش بيروح. وبقى الناس معلمين الشارع ده بالدم، رايح فين؟ رايح الدرب الاحمر. جاي منين؟ جاي من الدرب الاحمر. معدي من جنب ايه؟ من جنب الدرب الاحمر، الطريق الاحمر يعني. ومن هنا بقى لزق الاسم في المكان وتعرف باسم حي الدرب الاحمر. هتلاقوا المصادر تحت الفيديو، شاركونا ارائكم في الكومنتس. هقول لكم كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. دي اخر حلقه هقدمها لكم قبل رمضان. استنونا في رمضان كل يوم في حكايات ساعه الفطار. الى اللقاء في قعده جديده من اتفضل قهوه مع نورهان نبيل.